إيمانا منها بمبدأ الترابط المجتمعي، أقامت جمعية شجرة الحياة الخيرية مأدبة إفطار جمعت فيها عددا من الأطفال الأيتام وبعض الأسر المحتاجة من المكفولين تحت مظلتها في أجواء ترفيهية ملؤها المحبة والمودة. في مساء مفعم بالمودة والمحبة والتراحم بين أفراد المجتمع البحريني، استقبلت جمعية شجرة الحياة الخيرية عددا من الأطفال الأيتام وبعض الأسر المحتاجة من المكفولين تحت مظلتها في إفطارها السنوي الذي تقيمه إكراما لهذه الفئة من المجتمع. جمعية شجرة الحياة عندنا مسجلين لدينا الأيتام وأسر المتعففة، نحاول أن ندمج مع المجتمع، وكذلك نحاول أن يعني نمارس معهم عملية التأقلم مع المجتمع، خاصة اللي فقدوا أبهاتهم، ويكون عندنا دائما التواصل معهم بكل سنة. هذه الفعالية لفرحة الأيتام، تقديم هدايا وتقديم بعض الهدايا التذكارية للأيتام. مع هذا الجمعية تقول نقدم مساعدات خيرية لجميع الأيتام في البحرين. فعاليات الجمعية فعاليات نوعية احترافية متميزة، فيكفي أن يعني نجتمع في هذا المكان في ظل هالقاعة ونفطر مع بعض ونحضر في فقرات ملؤها الفائدة والمتعة إن شاء الله لجميع الحاضرين. لا شك أن لم الشمل يعني حضور الأيتام وأهاليهم وإحساسهم بالأجواء الاجتماعية والأفطار مع بعض وإحساسهم بجو الألفة والأسرة، هذا هدف كبير من أهداف الجمعية اللي إحنا نحاول أن إحنا نسعى له. يعني هذه المبادرة سطرت كافة أشكال التراحم المجتمعي من خلال مبادرة إفطار يتيم التي حمست الأطفال فتفاعلوا فيما بينهم ليكونوا فيها علاقات بريئة لا تنسى. شجرة الحياة نظمت فطور لعائلات الأيتام. وايد استانست لما جيت، لأني تعرفت على ناس وايد، كل الناس استانسوا فيها، ف الحضور وايد، سووا فعالية وايد استانسوا فيها. احنا فرحنا وصار عندي واجد اصدقاء. هذه المبادرة لم تقتصر على تقديم بوفيه مفتوح للحضور، بل نظمت الجمعية مجموعة من البرامج الترفيهية والدينية الخاصة بالأطفال بعد الإفطار، سعدوا بها وقضوا خلالها أوقاتا ممتعة ومسلية. نفحات رمضانية مليئة بالمحبة والمودة جمعت عددا من أطفال البحرين، شاء القدر أن يحرموا من حنان الأبوة، فجاءت هذه اللفتة الحانية من شجرة الحياة لتقول لهم نحن هنا من أجلكم. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.